تعالوا مع بعض من خلال حلقة برنامج المجري نقابل الأسطورة محمود الخواجة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك. بخير؟ انا جاهز الحته دي تعدي بسرعه عشان اشوفك. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك. انت كل الامور عندك تمام؟ الحمد لله. طب نقف كده نتكلم بقى شويه كده. اتفضل. خليك كده تعالى بقى كده على الاضاءه بتاعتك. وانت بتسمع الاغنيه دي بتفكرك بايه؟ الزمن الجميل. الزمن الحلو. اذا الزمن ده ما يرجعش تاني؟ يرجع. ازاي؟ بحاله الاحتقان والتعصب على الساحه كده. لا هو يرجع لو احنا بس يعني نركز شويه ونعرف ان الرياضه دي سمه من سمات الجميل. ذوق واخلاق. طبعا طبعا معانيها معاني كتيره قوي. طبعا ممكن نرجع. شايف انها سهل انها ترجع جدا. عاجبك حال الكره المصريه؟ بصراحه لا. لا مش عاجبني. طب احنا عشان بس ما نحرقش الكلام لان النهارده عندنا مشاوير وحكايات كتيره. عاوزك بقى تطلع كل اللي جواك. حاضر. جاهز؟ جاهز. هنقعد نشرب حاجة ونرجع تاني مع الكابتن محمود الخواجة نجم نادي الزمالك ونجم مصر. الله يخليك. في حلقة من الحلقات اللي أنا عارف إنها تعجبكم جدا على شاشة قناة النادي الأهلي. ابقوا معنا.